السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. في فيديو جديد هنحاول نكذبوا واحد الخبر اللي قريته في فيسبوك. شفت بزاف ديال الصفحات صراحة يهضروا عليه، ما عرفتش منين جابوا هذا الخبر وعلاش خرجوه في هذا الوقت، ولكن اللي غادي نأكد لكم هو أن الخبر لا أساس له من الصحة، أنه كذوب 100%. الخبر كيهم انهم تكلموا على ان المدرب استبعد صابر بوغرين مهدي موهوب والمبارك، انه ما مقتنعش بهم. موهوب يعني راكم شفتوا القصه ديالو شحال، والراجا مضاربه مع الفتح على قبله، كل ما كانش مقتنع به ما يخليش الرئيس يبقى مضارب مع الفتح باش يجيبه. فقط اللي وقع الاخوان هو انه المدرب دار واحد البرنامج خاص لصابر بوغرين مهدي موهوب والمبارك، وعزلهم على المجموعة لأنهم كيشوف أنهم مستعدوش مع الفريق ومازال خاصهم واحد البرنامج خاص. داكشي اللي وقع، هاد الثلاثي عندهم برنامج خاص في التدريب بأمر من المدرب، فقط هادشي اللي كاين الإخوان. وغادي نعتذر على الفيديو اللي درت قبل على محمد مديح، بزاف شكون في لي كومونتير تكتبوا مدير تقني ماشي رياضي تقني. متفق معكم الاخوان، وقع واحد الغلط، سمحوا لي، ولكن راه حنا عارفين انه كاين فرق بين مدير رياضي ومدير تقني. غير كما قلت لكم في الفيديو اللي رجعتوه وسمعتوه مزيان، ديك الفرحه انه فاش سمعت التعاقد مع محمد مديح، وانا شحال وانا كنهضر عليه، يعني شحال من مره في اللايف، اخر لايف هو ديال البارح دويت عليه، فاش سمعت خبر التعاقد الراجع معاه فهذيك الفرحه. توقع الغلط يعني حتى في النطق راه ساهله بين مدير رياضي ومدير تقني، ولكن فين غادي تجي دير الفرق بيناتهم؟ راه فرق كبير بين مدير رياضي ومدير تقني. كنطلب منكم الاعتذار. هذا الفيديو درته الاخوان باش نكذب بعض الاخبار اللي كتروج في فيسبوك. شكرا لكم، راكم متابعين معايا مليار في المية. كيف قلت لكم اليوم راه ما كاينش لايف الاخوان حتى الغدا ان شاء الله. شكرا لكم والله يعاونكم.